السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في عالم ملاك. الفيديو ديال اليوم جيتكم بجوج ديال المملحات بلا بات فويتي أو العجينة المورقة. هاد جوج ديال المملحات سهلين مهلين، ما فيهمش بزاف ديال المكونات. أصلا الحشوة ديالهم ما كتحتاجش لتحضيرات أو لطيبوها من قبل، فهي سهلة مهلة بالنسبة للناس اللي ما يكونش عندهم الوقت، نساء اللي هما خدامات موظفات، أو لا مثلا مرأة ما كانش عندها الوقت أنها تحضر حشوة ديال مملحة، فهذه تبقى احسن طريقه انك تصايبي بها مملحات المائده الرمضانيه ديالك. فإلا بغيتوا تعرفوا كيفاش درت صنعت هاد المملحات هادو، خليكم معايا للاخر. بالنسبه لهاد المملحات غادي نحتاجوا العجين المورق. بطبيعه الحال انا كناخذوا واجد كما كتشوفوا. غادي نحتاج نقانق سوسيس، ولكن اللي كيكونوا في الماء باش ما يجيوكمش ميدمين بزاف، من الاحسن تستعملوا يعني هاد النوع هذا. غادي ناخذوا شرائح ديك الرومي، تستعملوا اي نوع كاشير بغيتو. هنايا عندنا لاموتارد، تقدروا تعودوا لاموتارد اما بلاصوص بيشاميل او لا بمايونيز او لا بالفرماج القابل للدهن، المهم على حسابكم نتوما، مساله اختياريه. هنايا عندي الفرماج غابي، تاخذوا اي نوع بغيتو. وهنايا عندي البيض اللي غادي نستعملوه في التالي، غادي ناخذ غير اصفر البيض باش غادي ندهن هاد المملحات ديالي. هادو هما المكونات، خليكم معايا وتبعوا الطريقه. غادي نرشوا شويه ديال الدقيق فوق لو بلون دو طرافاي فين غادي نخدموا، وناخذوا العجينه ديالنا، العجينه المورقه، نسرحوها هنايا ونرجعوا نرشوها شويه هي بالدقيق صافي. وغادي نسرحوها بالوراق. ومن بعد غادي نجيب صحن اللي هو مدور باش غادي نقطع دائره هاد لاباط فويتي ديالي، اولا تجيبوا قطعه الا عندكم قطعه ديال الشيمول مدور على هاد الشكل. وغادي ناخذ سكين وغادي نحاول نقطع دائره. غادي ناخذ سكين دابا وغادي نوضع الثقب هنا في الوسط، وغادي نبدا نشكل هكذا مثلثات. حاولوا انكم ديروهم متقاربين في الحجم. صافي تتحصلوا على مثلثات على هذا الشكل هذا. غادي نبداو دابا تشكلوا المملحات ديالنا. اول حاجه غادي ناخذوا شيته بحال هكذا ونوضعوا في زلافه لاموتارت. كما قلت لكم لاموتارت تقدروا تعوضوها بالمايونيز بلاصوص بيشاميل باي حاجه بغيتوا، بالفرماج القابل للدهن. فانا هنا كنفضل ندير لاموتارت لانه كيتواتى بزاف مع هاد السوسيس هذا. وهاد السوسيس هذا كما قلت لكم راه ديجا مطهي، هو طايب على البخار كما كتشوفوا. غادي ندير فتيحه هنايا صغيره هكذا فهاد المثلث في القنص، كنظن راه واضح. وغادي نجيب مورسو هكذا ديال السوسيس من بعد ما قطعته، وغادي نبدا نلوي على هاد الشكل هذا. فلا تنحصل على هذا الشكل هذا بحال كرواسون صافي. وغادي نحطو في الصينيه، غادي نستمر انا في هذه العمليه نسالي كاع هادو، وغادي نوريكم مملحات ثانيه، خليكم معايا. فوالا كيما شفتو ملي كملتهم كيجيو على هذا الشكل هذا. انا درتهم في صني ودرت فيه البابيي سيرفيغيزي باش ما يلصقوليش ملي ندخلهم نطيبهم، وتقدروا تجمدوهم. سبق لي وريت لكم الطريقه ديال التجميد، فدخلوهم على هذا الشكل هذا المجمد حتى يشدوا راسهم واحد الساعه، يقبضوا راسهم ويتجمدوا، عاد توضعوهم في دي سي بلوك او لا دي ساشي وتجمدوهم عادي، مساله عاديه. كيجيو زوينين وبدات بزاف. غادي نوريكم دابا المملحه الاخرى اخرى اللي بلاباط فويتي، خليكم معايا. غادي ناخذوا لاباط فويتي حتى هي، وغادي نكونوا بطبيعه الحال رشين الدقيق كما لاحظتوا هنايا، وغادي نزيدوا نرشوا كميه الفوق من الدقيق، وغادي نسرحوا على هذا الشكل هذا.
دائما نتاكدوا ان لا بات فيتي ديالنا ما لاصقاش فوق من لو بلان دو طرافاي فين كنخدموا. غادي ناخذ قطاعه اللي هي على هذا الشكل هذا اولا تستعملوا كاس عادي. غادي نقطع دوائر دابا غادي نزيد نسرحهم شي شويه بالوراق نطلقهم شويه هكذا صافي. وغادي نبداو ناخذوا اللحم المدخن ديالنا. انا ديجا قطعته كميه على هذا الشكل هذا وباش ما يجيوناش ناشفين ديروا شويه ديال الفرماج غابي. وغادي نجيبوا دائره اخرى وغادي نحاولوا اننا نديروا لها هكذا بيدينا وغادي نوضعها من الفوق ونحاولوا اننا نضغطوا على الجناب على هذا الشكل هذا. وتقدروا ثاني ديروهم على هذا الشكل هذا يعني شكل ديال شوسون. تاخذوا القليل من اللحم المدخن وشويه ديال الفرماج غابي كنحصلوا على هذا الشكل هذا. كما قلت لكم ديروهم بالشكل اللي بغيتوا. غادي نستمر انا في هذه العمليه وغادي نتلاقاو في الاخير باش نشوفوا الشكل النهائي. خليكم معايا. بالنسبه لهادو غادي نحتفظ بهم في المجمد لان جات الكميه كبيره وحنا ما غاديش ناكلو كاع هادشي فغادي نحتفظ بهم بالمجمد بالطريقه اللي وريت لكم في الفيديو من الفيديوهات السابقه. غادي نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف صافي. وغادي ناخذ اصفر البيض وغادي ندهن به هاد المملحات ديالي. وغادي ندخلهم للفرن على حراره معتدله باش ما تحرق لكمش لاباط فيتي ديالكم. ضروري انكم ما تجهدوش بزاف الفران خليوه على حراره معتدله حتى يتحمروا. وغادي نخرجهم ونشوفوا الشكل النهائي. وكما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال المملحات ديالي من بعد ما خرجهم من الفران. فهما كيجيو لذاد بزاف وكيجيو هشاش كما كتشوفوا وصراحه زوينين بزاف. جربوهم وردوا عليا كما شفتوا الطريقه ماشي صعيبه بزاف يعني سهلين. توجدوهم في وقت اللي هو قصير بزاف وتقدموهم هكذا في اضافه الى الشهيوات اللي غادي تحضروهم في المائده الرمضانيه ديالكم فهما كيجيو رائعين جدا. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه الى كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديو ديالي. ما تنساوش الاشتراك في القناه بالضغط على الزر ابوني او لا اشتراك او لا سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد ديالي وكل الفيديوهات ديالي. ونتمنى لكم صيام مقبول ان شاء الله ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المجي. يلا بسلام عليكم.